اتفضلي لو سمحتي يا معاك. شيخنا، بس عندي سؤالين. اتفضلي. لو سمحتي، عندي يعني واحدة برضك جارتي، انا كنت جايبة يعني هدوم جديدة، مش حاجة واحدة يعني، كنت كذا حاجة، فخدتها قالت لي انا هشوفها يعني، اقيسها على قدي وكده، ولو كده هاخدها واديكي فلوسها. تمام تمام ماشي حضرتك. انت كنت عايزة تبيعيها يعني؟ بدل يعني ما اروح ارجعها تاني تمام وامشي يعني مشوار كبير. تمام ماشي، فهي خدتها مني من ساعتها ومش راضيه تديني الفلوس بتاعتها، لا وكل ما الفلوس ولا اسالها الهدوم. وخدتها ولبستها ومش راضيه تديني برضك الفلوس، وبتتهرب مني. طب اعمل كده معاها ايه يا شيخنا؟ بس شيخ احمد، تمام وعندي انا سؤال معاك. تاني بس. ايوه بنتي بس يعني، هي يعني لما بتيجي تنام، هي عشان بتنام لوحدها يعني، جوزها بيبات في الشغل وكده، فبتحلم احلام يعني ايه، وحشه بالليل تمام كوابيس. حضرتك. فهي يعني ما فيش اي مثلا تقراها قبل ما تنام كده، عشان هي لسه برضك عروسه جديده وكده، ولسه يعني هي حامل، وربنا ان شاء الله يا ربي قومي بالسلامة إن البيبي شاء يعني الله. هيونسها وكده، هي بتنام بقى بتخاف بالليل لوحديها. طيب يا ماما، حاضر هنرد عليكي. حاضر. طيب سؤالها الأولاني إن جارتها أخدت منها الهدوم وقالت لها اشتريها منك ولبستها واستخدمتها وما ادتهاش لا الهدوم ولا الفلوس، تتصرف معاها إزاي؟ معلش يا شيخ أحمد. الإنسان سبحان الله يعني مثل هذه يعني تنهي التعامل معها وتذهب إلى زوجها أو تذهب إلى القائم على أمرها وتقول له الأمر، تذكر له الأمر، ويعني هذه تذكرها بالله، أنه مثل هذا لا بد أن يذكر بالله. وعلى فكرة هذا الأمر ده تلاقيه داخل معنا كمان، يدخل معنا في أمر الشح وفي أمر البخل، طبعا أنه الإنسان كمان يبخل أن يعطي الشيء الذي عليه، عليه حق من رد للمظالم، من رد للأموال، من إعطاء إرث، من إعطاء حقوق، فتلاقيه حريص عليه أو بخيل لا يريد أن يخرجه. ليه؟ لأنه ظن أنه لو أخرج هذا المال سد الذي عليه سينقص ماله، سينقص تنعمه ونحو ذلك. فده داخل معنا في أمر الحلقة وما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فدي تذهب إلى القائم عليها ونحو ذلك، لازم تتكلم علشان نعم توقفها حتى تأخذ حقها. تمام. وإن سدت الطرق عند ذلك تستطيع أن تأخذ شيئا يساوي القدر الذي هو لها. تمام. يعني مثلا قدرت ان هي تاخد شيء مثلا من عندها، تقول لها هذا الشيء ان لم تعطيني حقي فانا سابيع هذا الشيء واسد الامر الذي عليك او الدين الذي عليك. يعني تاخد ازاي من عندها الحاجه دي؟ تستطيع ان تحتال عليها، بمعنى انه قد ترسل لها احد ونحو ذلك، يعني بطريقه ما. ده في حاله اذا سدت كل الطرق ولا يوجد طريقه لاخذ حقها الا بهذه الطريقه. هي طبعا الاوقع كمان انها تكلم زوجها زي ما حضرتك قلت، تقول انه كذا كذا حصل كذا كذا كذا. بالزبط. بس المشكله انه احيانا بعض الازواج يقول لك انا ملياش دخل، انا ملياش دخل، بيبقى الموضوع سلبي. فممكن بقى في بعض الامور علشان درءا لمشاكل اكبر تفوض امرها الى الله وتتعلم ده بقى في يعني التعامل بالاحسان. اكيد اذا خلص، اذا كان هو هي شيء هي تستطيع ان تسده وتستطيع ان تعفو وتصفح، هذا يكون لها ثواب عظيم يكون عند أفضل. الله. انا بس ليه ملحوظه، ام مي طبعا صديقه برنامج ومعانا بقى لها عشره السنه ونص اللي فاتوا. بصي يا ام مي، دايما انت ما شاء الله عشريه جدا، بس الفكره دايما مشايخنا ياكدوا علينا ان احنا العلاقات زي امبارح كنا بنتكلم في الحلقه على عليكم انفسكم، التوازن في العلاقات، وان ما تبقاش الامور في المشاع كده. يعني لما تلمي العلاقات افضل وتقنني وتقفلي على نفسك افضل، مش معناها لا عزله ولا اي حاجه، بس بيبقى درءا لمشاكل واختلاطات كتيرة بتغني عننا حقيقي مصايب ومشاكل كتير ممكن نتعرض ليها.